الفنان محمود قابيل ممثل مصري وسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولد في القاهرة في 8 من شهر ديسمبر عام 1946، تخرج من الكلية الحربية في 64 وعمل ضابط في القوات المسلحة، ثم اتجه للفن ومثل في أفلام عديدة قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة ليعمل في قطاع السياحة، ثم عاد في التسعينات مرة أخرى إلى السينما. تزوج في السبعينات من الفنانة سهير رمزي ثم انفصل عنها، ثم تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني اسمها ليلى محرم وأنجب منها ولدين، وأشاعت عنه بعض الأخبار بخصوص زواجه من الفنانة ميرفت أمين، ولكنه نفى ذلك وأوضح أنه كان معجب بها إعجابا شديدا. لديه من الأبناء إبراهيم وأحمد. من أعماله السابقة فيلم العصفور وفيلم عجيب يا زمن والحب تحت المطر وبعيدا عن الأرض وكفاني يا قلب وكلهم في النار.